لم تمض إلا أسبوعين عن الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق الطفل عدنان بوشوف، ذو 11 عاما بمدينة طنجة. الحدث المؤلم الذي خلف ذعرا كبيرا في نفوس المغاربة ككل. المنابر الإعلامية الكبيرة والصغيرة قامت بدورها في تغطية هذا الحدث المؤلم. بين عشية وضحاها، الطفلة نعيمة الروح انضافت إلى قائمة الضحايا والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، والمنحذرة من ذوار تفرقات ذائرة أكدس بإقليم زاغورا. 15 يوما بالتمام والكمال كافية لتتكرر نفس المأساة التي يذهب ضحيتها أطفال أبرياء في عمر الزهور. أطفال ليس لديهم القوة الجسمانية الكافية ليدفعوا عن أنفسهم مكر وخداع وحوش بشرية لم تحمل معها ذرة من الإنسانية. أطفال لا يعرفون غير النية الصادقة يستغلها وحوش من بني آدم، همهم الوحيد إشباع رغباتهم الجنسية والمادية في الأطفال الأبرياء. لكن ما يثير الدهشة والاستغراب في قضية هذه الطفلة أنها لم تلق نفس الضجة الإعلامية والجماهيرية الواسعة، على عكس قضايا متشابهة أو مماثلة لقضيتها. ومن هنا يتضح جليا أن الهوة الاجتماعية والفرق الشاسع بين الفئات الاجتماعية هو الذي يلعب دورا في التعاطف الشعبي مع مثل هذه القضايا. لكن قضية الطفلة الفقيرة قضية تمثل واقع آخر ومغرب آخر، أقل ما يقال عنه أنه هامشي غير نافع ومتخلف. لكن الشعار الذي يجب أن نحمل لواءه، إذا كان الجنوب الشرقي منسي تنمويا فلا يجب أن نهمله إنسانيا.